أخبار اليوم. هدفنا التنمية المستدامة وخلق فرص عالم الكريمة لأبناء الأسكندرية. من برشلونة إلى مرسيليا، من بيروت إلى أثينا، من تونس إلى ميلانو، من سردينيا إلى قرطبة، ودائما كاليوم وكالأسابيع الماضية نتكلم عن تغذية صحية، ونتكلم على تراث الأكلات الطاقة الأبيض المتوسط، وهم أكيد اللي هيساعدونا وهيقوموا على تربية الأطفال والشباب وجيل بأكلات متنوعة وأكلات صحية. تقسيم وتوعية كاملة للطفل، إلى جانب التوعية اللي بتتم في المدارس، إلى جانب الأنشطة الداعمة للجهاز التنفيذي زي اللي تم النهاردة مع الغرفة التجارية، وإزاي بيلقي الضوء على غذاء آمن للطفل والتلميذ الصغير في المدرسة. أنا بشكركم جميعاً وسعيدة بوجودي في وسطكم النهاردة، وكنت قلقانة جداً من المطر اللي نزلت الفجر، عمالة تشتغل من 11 لـ3 صباحاً وأنا قاعدة مع كل الصف الصحي والأحياء على التليفون والجهاز. إنما إحنا أعتقد إن اسكندرية الآن تتحدى الطبيعة، الشمس طالعة جميلة، علشان ما نتحرمش من هذا اللقاء الجميل. فيش ماركت ومطعم تيكا جريل. مطعم فينالي في فندق راديسون بلو. مطعمين تم اعتمادهم.